نروح إلى خبر مهم جداً. بالأمس الاثنين، وإحنا كنا السبت الماضي الحقيقة افتتحنا الأسبوع مع حضراتكم بفقرة يعني بعتقد أنها الحمد لله كانت ناجحة وموفقة ومهمة جدا عن ملتقيات توظيف وأحداثها اللي كان في العاشر من رمضان الاثنين اللي هو امبارح، وتوفير أكتر من 8000 فرصة عمل. الحقيقة أنه في متابعة منا لهذا الموضوع المهم، وزير القوى العاملة محمد سعفان افتتح فعاليات الملتقى الأول التوظيفي الذي يعقد أو عقد بالفعل تحت شعار هذه الأيام تحت شعار عاوز أشتغل، فين؟ في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية. لو تفتكروا زي ما بقول لحضراتكم السبت اللي فات كان معنا وكيل الأول وزارة القوى العاملة الأستاذ خالد المصري، وتحدث عن هذه الفرص واستقبلنا اتصالات حضراتكم، وكنا سعداء جدا ان احنا نتكلم انه كان في اكتر من 8000 فرصة عمل في هذا الملتقى، وانه في اكتر يمكن من 80 شركة ومصنع برواتب تتراوح ما بين 1000 جنيه و 4000 جنيه شهريا. تعالوا ناخد مع بعض على الهاتف ونشوف كده صدى بداية هذا الملتقى بالأمس معالي وزير القوى العاملة الوزير محمد سعفان. صباح الخير يا معالي الوزير. يا صباح الخير، وكل سنة دايما وانتم طيبين بإذن الله. حضرتك طيب يا فندم، وحقيقي وليست مجاملة، احنا لا نجامل، ولكن في حركة في القوى العاملة، في حركة إيجابية جدا. الشباب دلوقتي واحنا سعداء انه في صباح دريم بنشهد بنفسنا هذا التغيير، ولو تغيير بسيط في ثقافة الشباب المصري بالاتجاه إلى القطاع الخاص وعدم الانتظار الطويل في انتظار الميري زي ما حضرتك عارف طبعا. يعني احنا اول ملتقى كنا عملناه كان في شهر مايو، وهذا الملتقى كان متوفر فيه اكتر من 15000 فرصة عمل، وللأسف لم يتقدم من الشباب الا 5000، واللي تم تعيينهم تقريبا 2000 واحد. فطبعا دي كانت بالنسبة لي انا شخصيا صدمة، فابتديت احلل. طبعا كل الناس اتجهت على لفظ واحد، ان الشباب مش عايز يشتغل، الشباب مظلوم، الشباب عايز يعرف الأول، عايز يعرف، ولازم نناقش حتى لو هو رافض، لازم نحلل أسباب رافضه إيه، صح، عشان نعالج، تمام؟ لكن هنبتدي نتهم بعض يبقى مش هنحل أي حاجة. مع الوقت ابتدينا نعمل شيء من الإعلام المكثف على ملتقيات التوظف، وإن في فرص توظف في القطاع الخاص، وان القطاع الخاص النهارده هو قوام الاقتصاد المصري، والنهارده ابدا، وبعد ما تبدا عايز تغير هتغير من غير ما تلجا لاي حد، مجرد ما تكون انت في وسط المجتمع وتعرفت على الناس وعرفت المجالات كلها انت الفرص هتجيلك وانت بتشتغل. فدي ابتدت تاثر في الشباب، واللي احنا شفناه امبارح يؤكد على ان الحمد لله ان احنا خدنا خطوات، جايز مش كبيره زي ما حضرتك قلتي، لكن بدايه تغيير ثقافه عامه في المجتمع يا فندم، ان المنحنى ابتدى يصعد الى اعلى، فاحنا في الاتجاه الصح. معالي الوزير، انا دايما دايما بنتسال كل ما بنفتح ملفات القوى العامله في البرنامج، الناس لما بتكلمنا حتى جوه وبره الهوا بيقولوا لنا يعني بجد يا جماعه لو ابني او بنتي اشتغلوا في القطاع الخاص مش سهل قوي ان في لحظه كده في يوم وليله يروح شغله يلاقي مزاجه متعكر يروح ممشيه من الشغل. هل فعلا في تامين صحي؟ هل فعلا في رعايه اجتماعيه؟ هل فعلا يا فندم في دائما الحفاظ على هذه الروابط وفكره تامين الموظف وتامين حياته الاجتماعيه في القطاع الخاص؟ يعني احنا اللي بنحاول بقدر الامكان ان احنا ناكد عليه من خلال قوانين العمل عشان تبقى امور ملزمه، لكن على الطرف الاخر برضو ما بنتعبش ان احنا دايما نتحاور مع اتحادات اصحاب الاعمال عشان نوفر طواعيه، يعني يبقى هو طواعيه يقدر يقوم بتوفير كل المزايا الصحيه والاجتماعيه للموظف، لان هو في النهايه ده هيأثر عليه إيجابا أو سلبا في عطائه للمكان اللي هو بيشتغل فيه، وبنلاقي تجاوب كبير من أصحاب الأعمال حتى بغض النظر عن إن ده القانون الجديد بيحافظ عليه. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر معالي الوزير مرة تانية، دي مش مجاملة، لكن إحنا من خلال الملتقيات التوظيف، من خلال حركة النشاط اللي شايفينها وملاحظينها في وزارة القوى العاملة لتشغيل أكبر قدر ممكن من الشباب وإتاحة فرص العمل، بنشكركم على ده، عارفين إن ده واجبكم وده دوركم، لكن لما تمشوا بهذه الخطوات الثابتة الواثقة السريعة كمان يبقى لازم الإعلام يشيد بده زي ما بنتكلم على سلبيات في مجالات كثيرة أخرى. ويا ريت تكون معانا قريب معالي الوزير لو سمحت في صباح دريم، تنورنا.
إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا فندم، ونتمنى لهذا الملتقى بإذن الله النجاح والتوفيق. كان معانا سعادة الوزير معالي الوزير محمد صعفان وزير القوى العاملة. الحقيقة أنا عندي بس